أهلا بكم أعزائي المشاهدين وهذه الحلقة الجديدة من هنا سوهاج، والتي ننقلها لحضراتكم من داخل محطة صرف الهجارسة بمحافظة سوهاج. هذا المشروع القومي والمشروع العملاق الذي تم افتتاحه من قبل السيد رئيس الجمهورية مؤخرا بمحافظة سوهاج، فتعالوا معنا وهنا سوهاج. منصور نفادي رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج. دكتور برحب بحضرتك معنا في ورشة. أهلا وسهلا وشرفتونا على صوب حضراتكم جميعا. شكرا دكتور. يعني قطاع المعامل قطاع حيوي ومهم داخل شركة مياه الشرب والشرب والصرف الصحي. لو حضرتك تكلمنا عن الدور الكبير والحيوي اللي بتقوم به قطاع المعامل من أجل يعني الوصول إلى الدرجة اللي احنا كلنا بنأملها، وأهم المعامل الحاصلة على شهادة الأيزو هنا داخل محافظة سوهاج. الحمد لله والفضل الله وبدعم السلطة المختصة ودعم السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد صلاح لا يألو جهدا في دعم قطاع المعامل. الحمد لله قطاع المعامل بيقوم بدور رقابي داخلي على محطات المية ومحطات الصرف الصحي. عدد المعامل خصوصا نحن نتكلم عن معامل الصرف الصحي، الحمد لله وفضل الله سبحانه وتعالى تم تجهيز معمل مركزي للصرف الصحي والصرف الصناعي، وإن شاء الله قريبا هيشتغل من المعمل. تم تجهيزه هنا في سوهاج، تم تجهيزه في سوهاج في محطة صرف الكولا. تمام. وتم فرشه تبع خميم تقريبا تبع مركز خميم، لكن الدور الفعلي لمركز المعمل مركز الصحة يقوم بالدور الرقابي على جميع محطات الصرف الصحي وعلى المعامل الفرعية الموجودة في المحطات. تمام. والذي يبلغ عدد معامل المحطات 10 معامل. من المعمل احنا موجودين فيه معمل الهجارسة، وتم تزويده بأحدث الأجهزة المعمليه للاشراف ومتابعه رفع عينات خلال على مدار اليوم لاحكام الرقابه والتاكد من مطابقه السيب النهائي. المعمل المركزي تم تجهيزه باعلى الاجهزه العالميه الموجوده، صرف 13 مليون جنيه لاحكام الرقابه على جميع المنشات الصرف الصحي والصرف الصناعي الموجود في المحافظه. عدد معامل الصرف الصحي الموجوده حاليا في الشركه بخلاف المعمل المركزي 10 معامل. هو من الطبيعي انه مثلا كل محطه صرف يكون فيها معمل، ولا في كل محطات مثلا مدمجه على معمل، ولا ايه توزيعتها؟ لا، في اطار احكام الرقابه وتطبيق المعايير والحفاظ على البيئه الشركه حرصت ان كل محطه صرف صحي يكون فيها معمل. في اطار اهتمام الدوله حاليا بالصرف الصحي والحفاظ على البيئه عشان يقدر ياخد العينات مثلا وتبقى تابعه مستمره متابعه على مدار 24 ساعه، بحيث ان انا بطابق السيب النهائي اللي عندي سواء هستغله في العلقبات الشجريه او في اطار تعليمات معالي رئيس الجمهوريه باعاده الاستخدام والصرف على المصارف المياه. تمام. معاملنا مجهزه باحدث الاجهزه المياه الحمد لله. ال 10 معامل اللي عندنا فيها 6 معامل حاصلين على شهاده التي اس ام، دي شهاده فنيه مستدامه في التشغيل والتشغيل بالطرق القياسيه. عندي معمل حاصل على شهاده الايزو، دي شهاده 17025 ودي شهاده دوليه معتمده. في 3 معامل حاليا. حصول معمل او اكثر هنا في سوهاج على هذه الشهاده يمثل ايه للمعمل؟ لا، بيمثل ان في ثقه في النتائج، في دقه في التحاليل، انك انت بتواكب الحداثه والعصر والتطوير الموجود في المعامل على مستوى الجمهوريه. تمام. فدي حاجه كويسه. احنا عندنا 4 معامل تانيين داخلين هينتهوا من تاهيلهم الايزو خلال 1 مارس باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله برضه بنفس المستوى بنفس المستوى وبنفس لان الايزو دي شهاده عالميه. تجي لك ناس من هيئه اسمها هيئه الاجاكل تعتمد المعمل، مش معتمد من الشركه، لا معتمد من هيئه خارجيه. تمام. وده بياكد تاكيد الجوده، دقه في التحاليل. وعشان المعمل يحصل على شهاده الايزو لابد يكون مجهز باحدث الاجهزه
موجودة. فلا ده خطوة كويسة وخطوة في الصالح العام وبتأكد النتائج الموجودة للمعمل إن شاء الله. في محطات صرف صحي جديده باذن الله ناويين تعملها الشركه هنا في معزه، اكيد انتم طبعا هيكون بالتالي معها معمل. طبعا الحمد لله احنا استلمنا محطه العرابه فيها معمل مجهز زي معمل هجرسة، وان شاء الله خلال الايام الجايه هنستلم معمل محطه مياه ادفا. كل كل المحطات دي مجهزه بمعامل حديثه الحمد لله. يعني تمام. انا بسال سؤال لحضرتك، يعني التوسع في انشاء المعامل يتطلب ايضا كوادر بشريه، الكوادر البشريه اللي عند حضرتك في المعامل اللي هم الفنيين اللي بيقوموا على اعمال التحليل الخاصه بالمحطات، عدد كافي يا دكتور ولا الحمد لله العدد كافي وفي اطار المحطات الداخله من خلال مبادره حياه كريمه. في مسابقه كيميائيين حاليا بتجرى في الشركه لتجهيز المعامل الجديده زي معمل العرابه ومعمل ادفا، والتوسعات القائمه في المحطات زي توسعات محطه جرجع وتوسعات محطه طهطه. والحمد لله الكادر البشري عندنا كادر مؤهل وكادر تم تدريبه على مستوى مستعد يدرب الزملاء الجدد اللي هيساهمون ان شاء الله في العمل باذن الله. يعني اعمال التدريب دي طبعا شيء مهم ومتطلب اللي هو الاطلاع على كل ما هو حديث في المجال. طبعا احنا الحمد لله الشركه عندها مركز تدريب معتمد حاصل على شهاده ISO 9001 بيقوم بعمليه التدريب وتاهيل الكوادر البشريه الموجوده في الشركه. الحمد لله عندنا معمل للمركز للصرف الصحي ومع مركز للمياه في كادر بشري مميز هو اللي بيقوم. معمل المركز ده موجود هنا في سواج المحافظه نفسها؟ موجود داخل المحافظه هنا برضه هو الشركه في محطه مياه نيده. تمام. وده بيشرف برضه على تاهيل معامل الميه والكادر البشري الموجود في الميه. والمعمل المركزي برضه مؤهل بكادر بشري قوي هو اللي بيقوم بتاهيل الكوادر البشريه الجديده في المعامل الصرف الصحي. تمام. دايما الدوله والتوجه القيادي والرئاسي والحكومه والدوله المصريه بتعمل على الارتقاء بمستوى المعيشه لكل المواطنين المصريين خاصه في اقليم قطاع جنوب الصعيد واحنا في محافظه سوهاج. الصرف الصحي كان حلم كبير يا دكتور لعدد كبير من المدن والقرى هنا داخل محافظه سوهاج. شايف انه حلم وصول الصرف الصحي لكل قرية وكل مدينة هنا في محافظة سوهاج بدأ يتحقق على أرض الواقع ولا لسه احنا قدامنا فترة كبيرة عشان نوصل؟ حضرتك انت بتقول حلم احنا والحلم ده أصبح احنا حقيقة حاليا. محطة الهجرسة كانت دي حلم بتغذي مجموعة من القرى اللي حوالينا. الصرف الصحي إن شاء الله من خلال حياة كريمة مستوى الخدمة يصل تقريبا ل 70%. فده حلم طبعا بالنسبة للقرى ومحافظة سوهاج من المحافظات اللي كانت محرومة من خدمات الصرف الصحي. فلا إن شاء الله بإذن الله حياة كريمة ربنا يجازي كل من ساهم في هذا المشروع كل خير. لا هيبقى طفرة ونقلة كبيرة في إطار الحفاظ على البيئة والحفاظ على صحة المواطن السوهاجي. فنحمد الله سبحانه وتعالى على المبادرة ومدى تحقيق الحلم ده. ده حلم فعلا يعني بدأ يتحقق ويظهر للنور يعني الحمد لله. يعني يعني قريب نشوف كل محطاتنا زي نموذج الهجرسة كده إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بزورنا المرة الجاية هتلاقي في 4 معامل تاني حاصلين على شهاده لازم معامل الصرف الصحي باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. وده بيصب في مصلحه المواطن. طبعا كل ده في مصلحه المواطن. واي نجاحات احنا بنشكر السلطه المختصه على دعمها لينا، بنشكر السيد رئيس الجمهوريه على مبادره حياه كريمه لان ده كان حلم لمحافظ السوهاج. والمواطنين من السوهاجيين او اي مواطن مصري من حقه طبعا هو المواطن السوهاجي يستحق. المواطن السوهاجي فعلا يستحق الخدمات دي لان هو بطبعه رجل طيب. طيب. رجل طيب ومحب لوطنه ومحب لبلده ومحب الوطن ومخلص ومؤيد لقيادته. طبعا 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 المواطن السوهاجي ده رجل مواطن مخلص يستحق كل خير بإذن الله إن شاء الله.
أعزائي المشاهدين، يسعدني أن ألتقي دكتور محمد علي مدير عام معامل الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج. دكتور محمد، احنا بنرحب بحضرتك معنا فيها. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بقناة طيبة، منورين سوهاج يا فندم. شكرا جزيلا. يعني احنا النهاردة واقفين في محطة الهجرسة للصرف الصحي، محطة كبيرة، محطة عملاقة، وكانت ضمن افتتاحات السيد رئيس الجمهورية للمشروعات اللي تمت على أرض محافظة سوهاج. عايزين من حضرتك تعرفنا المعامل، حضرتك مدير عام معامل الصرف الصحي في الشركة، يعني مدير عام معامل، وايه الأهم الأعمال اللي حضرتك بتقوم بها من أجل تحسين جودة الخدمة هنا في محافظة سوهاج؟ تمام يا فندم. حضرتك شركة سوهاج فيها حضرتك 6 معامل صرف صحي، وفي كمان 3 معامل جاري استلامهم حاليا في محطات تتبع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. معامل الشركة بتقوم بمتابعة المياه الخام. ست معامل حاليا على مستوى محافظة سوهاج، حوزتنا في حوزة الشركة حاليا، في مراكز محددة، في مراكز طيمة وطهطة وجرجة والكولا إخميم وسوهاج غرب ودي الهجرسة. حضرتك في ست معامل حضرتك، يعني لو في مشكلة مثلا في البليانة أو في جرجة مختص بها معمل حضرتك، كل معمل في كل محطة، كل مركز فيه المعمل التابع ليه حضرتك بيتابع المحطة المية بتاعت المركز نفسه. حضرتك معامل تاني غير الستة؟ في معامل تاني حضرتك، البليانة احنا استلمناها يعتبر استلام ابتدائي. تمام. في محطة في دارس في المنشاه، في محطة في سقلتة برضو استلمناها. انا اقصد احنا عندنا مثلا 12 مركز هنا في سوهاج. 12 مركز حاليا ان شاء الله يبقى في 12 معمل ان شاء الله، ولا انتوا 6 موزعين على 12؟ لا 12، الستة دول حاليا موجودين في المراكز اللي بتخدمها حاليا، لكن في مراكز تاني لسه داخلة خدمة جديد زي. لكن الستة دول بيقوموا بالعمل على اكمل وجه، على اكمل وجه، وبيتابعوا باقي المحافظة. لا ما فيش عجز حاليا، لا ما فيش حضرتك حد. هو في المعامل الشركة حاليا بتتابع المية الخام اللي داخلة المحطات والمنتج السيب النهائي، سواء بيتم صرفه على مصر او يتم صرفه على الغابات الشجريه. عندنا ظهير الصحراء، واحنا وفير في محافظه سوهاج، فكل محطه فيها غابه شجريه اللي بيتم صرف الميه ليها. المعامل حضرتك احنا برضو بنتابع مراحل المعالجه في المحطات، من بدايه الميه الخام ومراحل المعالجه المختلفه، بنحدد كفاءه مراحل المعالجه المختلفه. المعامل برضو بتتم رفع محطات الرفع للتاكد من خلوها من الصرف الصناعي. وفي برضو المعامل بتاعتنا بتحلل برضو، في معمل تابع للإدارة برضو، معمل الصرف الصناعي بيقوم بتحليل عينات الصرف الصناعي من المنشآت الصناعية. تمام. كما تم قريبا افتتاح معمل المركز المياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج في محطة الكولا. تمام. طب حضرتك انت المسؤول عن، او حضرتك باعتبار مدير عام المعامل. تمام. المعامل دي مختصة بتحليل عينات المياه الشرب والصرف الصحي. المياه الصرف الصحي فقط. لا الصرف الصحي فقط. الصرف الصحي بس. اللي بتدخل لنا المحطة، احنا بنبتدي يعني بتدخل المية المياه الخام، وبعد كده بتخش على مراحل المعالجة المختلفة. تمام. بنحلل كل المؤشرات المختلفة لمياه الشرب والصرف الصحي. بنحلل مثلا الاكسجين الكيماوي المستهلك، الاكسجين السي او دي، الاكسجين الحيوي الممتص بي او دي، المواد العالقة الكلية تي اس اس، التحاليل البكتيرولوجية، درجة الحرارة البي اتش او الهيدروجيني، الاكسجين الزائب. ده بتابع المحطات حاليا. برضو المعمل المركزي بيوفينا بتحليل العناصر الثقيله، كنا الاول بنحللها في المركز القومي بحوث، بتوجيهات وتعليمات السيد المهندس رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب محمد بيه صلاح، تم تاسيس المعمل المركزي لمياه الشرب والصرف الصحي. بيخدم بيحلل جميع عينات الصرف الصحي في المحافظة. تمام. وبيوفينا بالنتائج دي. درجات حضرتك المتفاوتة دي والخطوات اللي هي بتتخذوها في من خلال المعامل، عاوزين توصلوا لإيه من خلال مثلا المعامل التحليل الخاصة بالصرف الصحي؟ احنا حضرتك بنحلل المية بحيث نوصل لأعلى مستوى لجودة الصرف الصحي، بحيث مستويات عالية. أنا هنا بقوم بالصرف على غابة شجرية. غابة شجرية دي متمثلة فيه مثلا فيها
حاليا الجوجوبا. دي حضرتك احنا بنقوم بالصرف على الغابه الشجريه طبقا للكود المصري 501 لسنه 2015، كود الزراعه اللي هو كود المصري كود الزراعه. بيقول ايه الكود؟ بيقول كود الزراعه انا حسب حضرتك الميه اللي منتجه عندي ممكن اروي بيها ايه الاشجار اللي ممكن ارويها بيها. نقول عليها كده معالجه ثلاثيه، عدد استخدام، اعداد استخدام. في عندنا المحطه هنا برضه حضرتك فيها معالجه ثلاثيه، بس الميه اللي واصله لحضرتك المحطه حاليا على قد الغابه الشجريه. تمام. يعني الشجرية مثلا نقدر نقول كم فدان؟ ولا انا شايفها ما شاء الله يعني ممتده وكبيره. تقريبا 1300 فدان. النهارده في محطة صرف الهجرسة. تمام حضرتك. تقريبا نقدر نقول أكبر محطة صرف في سوهاج تقريبا بعد هو محطة حضرتك في حضرتك الكوامل اللي هي محطة الهجرسة بطاقة تصميمية 2500 متر مكعب يوم، طاقة فعالية 1100 متر مكعب يوم، بتخدم قرى أولاد غريب والهجرسة والكوامل. حضرتك في محطات تانية بس دي حضرتك بتخدم قرى وضمن مشروعات حياة كريمة. تمام. ما فيها أحواض؟ الأحواض يعني حضرتك أنت شكل المية كده راكد ولا حضرتك المية اللي حضرتك احنا كانت في الصيف هنا كانت المية كتيرة، ففي الصيف الشتاء المية بتقل حاليا، فبنفضي ده عشان التدفقات اللي جاية في الصيف بتبقى المية كتيرة، فبنضطر نفضيه عشان نستوعب كمية المية اللي جاية لنا في الصيف. فدي كانت في الصيف انا شغال المديول ده، هي تعتبر ده تصافي عشان تطهيره لاستقبال فصل الصيف. عشان السادة المشاهدين يعرفوا مدى المجهود والخدمة الكبيرة اللي بتقدمها الشركة هنا في سوهاج، لو حضرتك تديني مثلا نموذج كده لخط سير الصرف الصحي. تمام. عندنا مثلا وحدة سكنية. تمام. بتصرف صرف صحي. تمام. بتنزل مثلا على غرفة ثم طرد. الخطوات لحد لما بتوصل هنا عند حضرتك او حضرتك من المنزل مثلا في غرفة تفتيش في كل منزل. بيتم بخطوط الحضار، بتجمع في مطبق وبعد كده بتروح لمحطات الرفع فرعية، منها المحطات الفرع رئيسية محطات رئيسية. بعد كده بتيجي لحضرتك لمحطة المعالجة هنا، بتدخل محطة المعالجة في مدخل المحطة أو المصافي، بتدخل محطة مدخل المحطة أو المصافي، بتم تصفيتها من الأجزاء الكبيرة زي خشب، أزايز بلاستيك، إزاز، بيتم تصافي. بعد كده بتدخل هنا أول مرحلة عندي اسمها حواض اللاهوائي. دي اعماق البرك فيها من 4 ل 5 متر متر متر. بتم دي حضرتك بتشغل فيها بكتيريا لا هوائيه، بتصعد منها غازات زي ثاني اكسيد الكربون وغاز الميثان وغاز كبريتيد الهيدروجين. بتتم تنقيه الميه دي، بتتم ازاله المواد العالقه والحمل العضوي بنسبه 50-70% منها. تمام. بعد كده حضرتك بتدخل على برك اسمها البرك التردديه. دي حضرتك باعماق البركه تقريبا من متر ونص ل 2 متر، بيتم برضو إزالة المواد العالقة والمواد الصلبة الكلية منها. تمام. وتيجي بعد حضرتك كده لمرحلة البرك الانضاج. دي بتعمل تعقيم للمية وتطهيرها بأشعة الشمس وقتل أي ميكروبات منها عشان تقدر تكون صالحة للري على الأشجار الشجرية أو الغابات الشجرية. وبعد كده لو حصرف على مصرف عند حضرتك في حقن كلور وبتدخل على الفلاتر الرملية بتتفلتر حضرتك ويدخل عليها جرعة كلور ويتم صرفها على المصرف. تمام. في عدد العاملين في المعامل تحت رئاسة حضرتك عدد كافي يا دكتور؟ بفضل الله ويعني الحمد لله حاليا كافي، وفي مسابقة حاليا كيميائيين وفنيين جاري استكمال العدد يعني. تمام. يعني ما فيش أي مشكلة في المعامل؟ لا بفضل الله الحمد لله، وأجهزة على أحدث أجهزة موجودة يعني أحدث الأجهزة عندنا. شايف دعم الدولة والقيادة السياسية في مشروعات الصرف الصحي إزاي وحضرتك يعني مسؤول ومتخصص في الصرف؟ حضرتك إحنا في طفرة حاليا في خصوصا شركة سوهاج كانت بتعاني من جودة الصرف الصحي.
لان كانت قرى كثيره ومراكز كثيره غير مخدومه بخدمه الصرف الصحي. فحاليا بتوجيهات القياده السياسيه وقرى سوهاج تقريبا فيها 181 مشروع قريه داخله ضمن حياه كريمه. 181 ان شاء الله يشملهم الصرف الصحي. الصرف الصحي هو غالبا التركيز الدوله وتوجيهات القياده. المياه الشرب تقريبا وصلت للكل تقريبا نسبه 100%. حاليا احنا جوده الصرف بفضل الله يعني تم تغطيه اغلب المراكز. المحافظه كانت بتعاني من عدم خدمه الصرف الصحي وده كان بيستخدم الايسونات وكان بيأثر على المياه الجوفيه. فحضرتك حاليا الحمد لله وبتوجيهات القياده السياسيه يعني قرى كل مراكز سوهاج حاليا فيها خدمه صرف صحي. عشان نقدر نوضح برضو اكتر ما يعني مدى واهميه خدمه الصرف الصحي هنا داخل المحافظه سوهاج. في القديم كانت المواطنين في بعض القرى والمراكز يستخدموا حاجه اسمها البيارات او الترانشرات. حضرتك كانت بتعمل على انتشار الامراض او ايه الفرق بين الصرف الصحي اللي هو الطبيعي اللي بتنفذه الدوله وبين الترانشات والبيارات؟ حضرتك كان المواطن بيعمل كيميائي ومتخصص. حضرتك كان بيعمل بياره مثلا بتعمل البيارات بتطفح بتعمل على انتشار الامراض. كان مثلا يجيب عربيه كسحه خارجيه يروح يكسحها ممكن يرميها في اي ترعه يلوث المياه السطحيه بتاعتنا وتاثر على جوده مياه الشرب نفسها. لكن بفضل الله ميه الصرف بيتم تجميعها وكل الغابات كل محطات الصرف في الظهير الصحراوي يعني بعيد عن المناطق السكنيه بيتم معالجتها على اعلى مستوى وتم التخلص منها التخلص الامن منها في زراعه الغابات الشجريه او الصرف على المصارف. تمام. شايف الخدمه دي كبيره ومهمه وتستحق كل ده بفضل الله يعني بفضل الله وده نحمد ربنا يعني على النعم دي. يعني اكتر نعمه المواطن حاسس بيها الصرف الصحي بنلمس دي في القرى اللي كانت ما عندهاش خدمه صرف صحي وبتعاني منها لان الامراض وكسح نفس البياره او الترانش ده حضرتك بيعاني منه تكلفه على المواطن تكلفه شديده بيلوث له الميه الجوفيه وهو وبتعمل على انتشار الامراض. أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة على أمل أن يتجدد بنا اللقاء في حلقة جديدة قادمة وهنا سوهاج. قناة طيبة قناة مصر الثامنة.